انه في البرنامج بتاعك في غلطة كبيرة، كتبت ان انا ابويا مصري وامي فرنسية. امي مصرية وسعيدية وعمتها هدى شعراوي، يعني انا مصري 100%. انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نصر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. لو غرقوك عوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان انت بطل.